أجرى الباحثون في برنامج إدارة السواحل الكويتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية دراسة بعنوان إعادة تأهيل مرسى جزيرة فيلكة بالتعاون مع وزارة المواصلات. الدراسة تهدف إلى تعديل المرسى للحد من معدل الترسيب بالإضافة إلى تعزيز قوة كاسر الأمواج. تعتبر جزيرة فيلكة ثاني أكبر جزر الكويت وأهمها من الناحية السياحية، حيث تملك الجزيرة مرسى يدار من قبل وزارة المواصلات، ولكن هذا المرسى يواجه مشكلة. جزيرة فيلكة تمتلك مرسى رائع، ولكن يواجه عدة تحديات. إن المياه عكرة جداً، ما يتسبب في مشكلة الطمي الشديد، وذلك يؤدي إلى تدهور كاسر للأمواج بسبب كمية الترسبات الهائلة التي تعوق السفن للوصول إلى المرسى. باحثو المعهد قاموا بجمع بيانات للموقع إضافة إلى استخدام نماذج للمرسى والذي تم بناؤه في مختبرات الهيدروليكا. أول شيء سويناه نحن طلعنا الموقع على أساس أن نفهم شنو المشكلة أو وين صاير المشكلة بالضبط، فأخذنا عدد عينات من الرمل، حطينا أجهزتنا على أساس أن نشوف التيارات من أي اتجاه جاية والأمواج من أي اتجاه جاية، على أساس أن نحن نقوم نفهم المشكلة ونشوف لها الحل. قمنا ببناء مجسم مصغر داخل حوض الأمواج يشابه المرسى التابع لجزيرة فيلكة، بعدين قمنا بتوليد نفس العوامل البحرية اللي تعرض لها المرسى مثل سرعة التيارات البحرية، قوة الأمواج، ذلك حتى يتسنى لنا بعدين أول شيء نراجع تصميم درع كاسر الأمواج حق المرسى، دراسة ذبذبة الأمواج داخل المرسى، والأهم من هذا أن إحنا ندرس حركة تنقل الرواسب داخل المرسى ومعدل تراكمها في السنة، فراح يكون نتيجة هذه الدراسة أن إحنا نساعد وزارة المواصلات أن تحسب عمليات التجريف السنوية التي يحتاجها المرسى. إعادة تأهيل مرسى جزيرة فيلكة تم التوصل فيه إلى حلول لتقدير كمية الترسب السنوية داخل المرسى ومراجعة تصميم كاسر الأمواج، وبذلك قد يكون المعهد أنهى الدراسة لتسليمها إلى وزارة المواصلات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.